بحث وزير التموين الدكتور علي المصلحي مع مجموعة من السلاسل التجارية فرص تنفيذ برامج الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، ممثلا في الشركات القابضة الغذائية لإقامة سلاسل للمنافذ السلعية والتجارية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال. وقد تم الاتفاق على إعداد مجموعة من الصيغ والنماذج التشاركية للتعاون مع وضع الإطار القانوني اللازم لذلك، والذي ينظم العلاقة بين القطاعين العام والخاص ويحدد الواجبات والمسؤوليات لكل طرف، بما يضمن المحافظة على أصول الدولة واستغلالها الاستغلال الأمثل.